النهاردة في واحد من أكبر مراكز طب الأسنان في الشرق الأوسط. إحنا النهاردة في مركز العالم لطب الأسنان، مركز مجهز بكل الفاسيليتيز وكل الخدمات الطبية في طب الأسنان العلاجية والتجميلية للأطفال والكبار. الحقيقة إحنا عندنا كل الأقسام من تقويم وأطفال وتجميل وزراعة وعلاج عصب والحشوات. بنتميز بالتكنولوجيا بتاعتنا إن إحنا بنقدر نخلص في أسرع وقت ممكن، إن إحنا في حالات كتير بتخلص في نفس اليوم، وبنقدر كمان نشتغل تقريبا بدون ألم في 99% من الحالات بتاعتنا. عندنا تقريبا كل ما يتخصص في علاج طب الأسنان وتجميلها، كل جهاز على حدة، بمعنى إن إحنا من أول ما الحالة بتخش وبنشخصها، إحنا بنشخصها بالأشعات المقطعية ثلاثية الأبعاد، وعندنا جهاز دنس بلاي سيرونا الاس ال أو الشارب ليرنج، ده أحدث جهاز في الأشعات المقطعية. عن طريق الأشعة دي بنقدر إن إحنا نعمل خطة علاجية ثلاثية الأبعاد بره بق المريض، فبالتالي بوفر الوقت اللي بشتغله جوه بق المريض. عندنا كمان جهاز الكاد كام او جهاز السلك، ده جهاز حديث جدا بنقدر نصنع بيه كل التركيبات التجميليه او التعويضيه في بق المريض في جلسه واحده. غير جهاز الكاد كام كمان احنا عندنا جهاز الليزر المائي، وده احنا بننفرد بيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه في العلاج بدون الم. انا بقدر النهارده ان اعمل علاج للانسجه اللثويه او علاج حتى للاسنان اللي عايزه تتنظف عشان تتحشي بدون مادي تخدير، وده كان طفره في طب الاسنان. عندنا برده من ضمن الفاسيليتيز او التولز اللي احنا بنستخدمها النهارده في علاج الجذور الميكروسكوب الجراحي. الميكروسكوب الجراحي بقدر اشتغل بيه القنوات بتاعتنا كلها، بنقدر نشوف القنوات بتاعتنا متكبره جدا، بقدر اعمل جراحات اللثه اللي هي الدقيقه بدون ما احتاج اني اشوف العيان كذا مره عشان اشوف المتابعه بتاعته. كل الطفره دي بتؤدي لحاجتين مهمين جدا في حياتنا، اولهم عنصر الوقت اللي هو بقى النهارده اهم حاجه في حياتنا، الوقت بقى مهم، فالنهارده محتاجين نخلص كل حاجه بسرعه، والجزء الاهم هي الدقه والكفاءه العاليه جدا، ودوت نتيجه استخدام التكنولوجيا الرقميه في طب الاسنان، واللي هي طفره بقت كبيره جدا في عالم طب الاسنان. تطور التقنيات الحديثه في علاج الاسنان وزراعتها وتجميلها مستمر بشكل رائع. تقريبا انهت مشاكل الاسنان اللي كانت بتشكل عامل ازعاج لشريحه كبيره مننا. في فقرتي النهاردة هنكلمكم على تجميل وزراعة الأسنان بأحدث تقنيات ممكن تكون في جلسة واحدة، من خلال لقائنا مع ضيفنا اللي منورنا في الأستوديو الدكتور محمد العالم، طبيب وجراح الفم والأسنان. أهلا بيك يا دكتور في الحكيم في بيتك، شرفتنا. الله يخليك. أنا عايز حضرتك تشرح لي إيه أحدث التقنيات اللي حضرتك بتستخدمها للخط والخطط العلاجية والتشخيصية في عالم الأسنان. أهلا بحضرتك، وأنا مبسوط أن أنا معاك النهاردة. الأسنان بقت القصة فيها كل ما تطور الزمن، كل ما التكنولوجيا بقى فيها طفرات كبيرة. كنا زمان بنبقى مبسوطين من الأشعة أن احنا بنشوف بيها العصب، بنشوف فيها الدرس مساوس ولا لأ. وصلنا النهاردة أن احنا عندنا أشعة ثلاثية الأبعاد بتطلع ثلاثية الأبعاد بتطلع السنة والعظم 1 to 1 المقاس بالزبط. وبقى عندنا كمان بدل المقاسات اللي كنا بناخدها زمان بالصلصال، بناخدها بكاميرا سكانر 3D سكانر، فبقدر اخد السكانر والاشعه مع بعض واعمل بيهم اي فيرتشوال بلان لاي حاجه عايزه تتعالج في بق المريض، واقدر اطبق ده في نفس اليوم عن طريق الطابعه ثلاثيه الابعاد او 3D برينتر. فهي منظومه كامله من اول التشخيص عن طريق الاشعات والتصوير الى ان تطلع برودكت في الاخر من زراعه او من تجميل او من تركيبات حتى على درس مسوس. كل ده نقدر نعمله النهارده في جلسه واحده بعد ما بنخلص الخطه العلاجيه ثلاثيه الابعاد الفيرتشوال او اللي بتتعمل بره بق المريض. يعني بنشخص وبنحط خطه وبنعالج، وممكن نعالج في جلسه واحده ان شاء الله. دي حاجه جميله جدا. طب احنا شفنا في التقرير اللي فات يعني تقنيات يعني متطوره جدا الحمد لله. احنا ازاي التقنيات دي حضرتك بتستخدمها في زراعه الاسنان وتجميل الاسنان؟ شوف انا هقول لك، احنا الحمد لله جبنا كل حاجه في طب الاسنان بقت موجوده عندنا، يعني من اول الاشعات زي ما قلت لحضرتك لغايه الليزر المائي، وهو من الاجهزه القليله اللي موجوده على مستوى العالم. الفكره في ان احنا النهارده نخلص التجميل في جلسه واحده، هو ده متاح، بس احنا مثلا من الناس اللي بتقول ما بنفضلش قوي ان احنا نسلم المريض في نفس اليوم التركيبات التجميليه، ودي يمكن حاجه مش بتتقال كتير. لو حاجه سهله قوي وحاله ستريت فورورد ممكن اسلمه في نفس اليوم، ما فيهاش مشكله، متاحه. انما في حاجات كتير بنبقى محتاجين نهذب اللثه ونراعي البيولوجي بتاع الجسم، او نراعي الانسجه اللي احنا شغالين فيها ان كانت من اسنان او من لثه، بنعمل لها زي حاجات مؤقته ترتاح عليها الاول والمريض يجرب الشكل
ويجرب عضته ويجرب ان اللثه عنده مرتاحه، وفي الاخر بنسلم التركيبات النهائيه، ودي بتبقى فتره ما بتزيدش عن 4-5 ايام. انما كتجميل اسنان اقدر اعمله في جلسه واحده، كزراعه اسنان برضو من خلال الاشعه المقطعيه دي انا قدرت احدد الاماكن اللي فاضيه اللي محتاجه زراعه ايه، والاماكن اللي فاضيه دي فيها كميه عظم مناسبه اني ازرع فيها ولا لا. وبعد ما بخلص كل ده انا كمان بقدر اني اطبع 3D printed guide او دليل جراحي ثلاثي الابعاد، بحطه في بق المريض في مكان الفراغ، وبقدر ادخل من خلاله الزراعه في مكانها اللي احنا عايزينه بدون ما تفتح بمشره اللثه او بدون ما تفتح عشان تشوف العظم اخباره ايه، لان انت اوريدي شايفه 1 تو 1 في الاشعه المقطعيه، او بالظبط شايفه في الاشعه المقطعيه. فحتى ايفن البروسيس بتاعه الزراعه ممكن النهارده تتعمل بدون جراحه، ودي كانت من اصعب الحاجات. التجميل كنا بنزعل ان احنا بنعمله، كانت الشكاوي في التجميل ايه؟ يا اما بخلص باخد وقت عشان اخلص، يا اما الشكوى الاكبر ان انا ما بشوفش شكلي قبل التجميل فبتصدم، بتفاجئ ان مش هو ده اللي انا كنت عايزه. بعد ما الدكتور بيخلص يقول بعد ما إيه الدكتور يخلص دي مشكله كبيره جدا. ما فيش حد النهارده بيروح يشتري حتى حاجه لنفسه وما بيكونش شايفها عليه الاول حلوه ولا لا. فاحنا النهارده قدرنا بال 3D تكنولوجي ان انا اقدر النهارده حتى ايفن برنت او اطبع شكل اسنانه الجديده واوريها له في بقه قبل ما اشتغل، مش في صوره. الصوره في الاخر مش هتوصل لي الشكل مظبوط، لان الصوره لو انا باصص لمريض من وشه انا مش هاخد بالي لو في بروز في الاسنان او لا، مش هاخد بالي في البروفايل ان في حاجه طالعه او لا. والشغل ده مؤلم يا دكتور ولا في اي حاجه فيها الم خالص؟ لان احنا كل ما تطورنا في تنظيم الخطه العلاجيه والخطط بتتحط بتتابع مظبوط بتقدر تمينيمايز الالم. يعني احنا مثلا نقلله على قد ما نقدر. في جهاز الليزر المائي ده بنعمل بكل حاجه في طب الاسنان، كل حاجه ما عدا حاجتين، علاج العصب والخلع. الحاجتين دول لازم يحصل فيهم تخدير لو بالذات الدرس فيه التهاب في العصب. طريقه البنج نفسها انا مش عايز اقول لحضرتك ده من اول ما العيان بيخش العياده ريحه العياده عامله ازاي، المزيكا اللي في العياده مهديه اعصابه او لا، الناس بتضحك في وشه وفي الاخر بياخد حقنه البنج بطريقه فيري بروفيشنال والناس متدربه على ده. مفيش ولا وعلى فكره ده مش سر، يعني ناس كتير بتعمل ده. يعني مش عندنا، يعني ناس كتير بتعمل ده، لان النهارده فكره الهوسبيتاليتي او انك تدي سيرفيس للمريض هي مش بس هو مش داخل عشان ياخد حقنه البنج، دي اكتر فكره جايه في المريض بتاع طبيب الاسنان. نحن النهارده بنعوده وبناهله ان هو داخل هيعمل حاجه كويسه لنفسه. طب دكتور واضح ان انت بتشتغل مع فريق كبير، يعني من اول زي ما حضرتك قلت ما بندخل العياده لحد ما بياخد حقنه البنج لحد ما بيعمل الاشعاعات، يعني كل حاجه اكيد عند حضرتك فريق من الزملاء. يعني انا سؤالي بس، احنا ازاي بنضمن كفاءه كل واحد فيهم في التشغيل علشان العيان ياخد اقصى نتيجه كويسه ممكن ياخدها؟ طبعا ده اهم شيء في الموضوع، والتيم هو اكبر انفستمنت. لسه كنت بتكلم مع حد بقول له اكبر انفستمنت الواحد بيعمله في حياته مش ان هو يجيب اجهزه او ان هو يجيب تكنولوجيا جديده، ده التيم ده اهم بكتير. لان الرجاله اللي بتشيل الشغل او البنات اللي بيشتغلوا معانا والدكاتره هم كلهم الحمد لله استشاريين واخصائيين، النهارده دول منتقيين، يعني منقيهم على اعلى مستوى، لان النهارده كل الكلام ده بيؤدي في الاخر لسيرفيس محترمه. احنا عايزين نطلع كواليتي بننافس بيها الحمد لله مش بس في مصر حتى بره مصر. ففكره ان يبقى التيم النهارده كله على اعلى كواليفيكيشن، مش بس حتى الدكاتره وكمان من اول الريسبشن لغايه الناس بتوع التعقيم والتمريض، كل ده لازم يكون عندهم على اعلى مستوى. قصه ال 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 يعني راحة المريض ونوعية الشغل وكل ده مهم بالنسبة لهم. الدكتور محمد العالم، احنا بنشكر حضرتك جدا على وجودك معنا النهاردة وعلى كمية التكنولوجيا اللي احنا بنشوفها في تطور علاج الأسنان وعلاج مشاكل الأسنان. ارموا هموم وجع الأسنان ورا ظهركم، خلاص ما بقاش ليها مكان بعد ظهور هذا الكم الهائل من التكنولوجيا الحديثة. حلقتنا خلصت بس موضوعاتنا وأفكارنا دايما مستمرة ومتجددة. نشوفكم على خير إن شاء الله.